علمنا بولس الرسول إلى أهل فيلبي بركاته علينا آمين. فقد تعيشوا كما يحق لإنجيل المسيح، حتى إذا جئت ورأيتكم أو كنت غائباً أسمع عنكم أنكم تثبتون في روح واحد ونفس واحدة شركاء في الجهاد في إيمان الإنجيل، غير مخوفين بشيء من المقاومين، الأمر الذي هو لهم بينة للهلاك، وأما لكم فللخلاص، وذلك من الله، لأنه قد وهب لكم لأجل المسيح لا أن تؤمنوا به فقط، بل أيضاً أن تتألموا لأجله، إذ لكم الجهاد عينه الذي رأيتموه فيّ، والآن أيضاً تسمعونه فيّ. فإن كانت تعزية ما في المسيح، إن كانت تسلية ما للمحبة، إن كانت شركة ما في الروح، إن كانت أحشاء ورأفة، فتمموا فرحي حتى تفتكروا فكراً واحداً، ولكم محبة واحدة بنفس واحدة، مفتكرين شيئاً واحداً، لا تصنعوا شيئاً بتحزب أو بعجب، بل بتواضع، حاسبين بعضكم البعض أفضل من أنفسكم، لا ينظرن كل واحد إلى ما هو لنفسه فقط، بل كل واحد إلى ما هو للآخرين. فليكن فيكم هذا الفكر الذي هو في المسيح يسوع، الكائن في صورة الله، الذي لم يحسب خلسة أن يكون معادلا لله، لكنه أخلى ذاته آخذاً صورة عبد صائراً في شبه الناس، وإذ وجد في الهيئة كإنسان وضع ذاته وأطاع حتى الموت، موت الصليب، لذلك زاده الله رفعة وأنعم له باسم فوق كل اسم، لكي تجثو باسم يسوع كل ركبة ممن في السماء ومن على الأرض ومن تحت الأرض، ويعترف كل لسان أن الرب يسوع المسيح مجد لله الآب. نعمة الله الآب فلتحكم.
Stille für
نيوتن ديفيس بوبس أفاق المابا هم بنيوتن ديفيس بوبس أفاق وأنجدك يا العذراء الكنيسة وعيلة الإله ولدت لنا مخلص العالم أعطى وخلص نفوسنا السماء والأرض ما يرى وما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل ظهور نور من نور إلى حق من إلى حق مولود غير مخلوق
مسال فجار الذي بي كان كل شيء هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء تعالى الناس صلب عنا على عهد بيلاطس البنطي تألم وكبر وقام من Oh,
نم نواتيرون تبنون خين هيرن من جم التكراتور جاي سبنو تيرون تبنون خين نشكرك يا رب على كل حال من أجل كل حال وفي كل حال لأنك سترتنا وعنتنا وحفظتنا قبلتنا إليك أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة ولك يرحمنا الله يترأف علينا ويسمعنا ويعيننا ويخلص على رب القديسين إنه في الصلاح عنا في كل حين وأن يحفظ لنا وعلينا حياة وقيام أبينا البكرات البابا سؤال الثاني وشركائي في الخدمة الرسولية أبينا الأسقف المكرم الأمد الرنابة وأبينا الأسقف المكرم الأمد الرنابة وأن يجعلنا مستعقين الآن من شركة أسرارية المباركة كل حسد كل تجربه كل فعل من الشيطان مؤامرات الناس الاشرار قيام الاعداء الخافين والظاهرين انزح عنا انهر انتكون
عن هذه الكنيسة المقدسة عن موداك من أعز الدير المقدس الذي لك كنيسة ثانية مملكة نفرساني مظاهرين جنسكم بتكتم برشيشنان إيهوم جنوب نمناتشين جنتيكم ترسن انتابي قاجي يا سلام Erzpriester, Priester, Diakone, Kleriker, das ganze Volk und die Schwachen, seien alle losgesprochen durch die Mund der heiligen Dreifaltigkeit, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Durch die Mund einen einzigen heiligen Prophesien der apostolischen Kirche, durch die Mund der 12 Apostel, durch die Mund des Kolossäers, des Evangelisten und des Apostels Markus. Unseres heiligen Servirus, unseres Lehrers Dioskoros, des Apostelgleichen, heiligen Athanasius, des heiligen Kyrillus, heiligen Basilius, heiligen Gregorius, durch den Mund der 318 Versammelväter zu Nikia, 150 zu Konstantinopel, durch den Mund unseres ewigen Vaters, des Patriarchen Papstes, des Ah,
schäme mich vor euch, dass ich nicht dort war, denn ich will, dass ihr glaubt, doch wir wollen zu ihm gehen. Da sagte Thomas, genannt Didymus, der Zwilling, zu den anderen Jüngern, dann lasst uns mit ihm gehen, um mit ihm zu sterben. Als Jesus ankam, fand er Lazarus schon 4 Tage im Grab liegen. Bethanien war nahe bei Jerusalem, etwa 15 Stadien entfernt. Viele Juden waren zu Martha und Maria gekommen, um sie wegen ihres Bruders zu trösten. Als Martha hörte, dass Jesus komme, ging sie ihm entgegen, Maria aber blieb im Haus. Martha sagte zu Jesus, Herr, wärst du hier gewesen, dann wäre mein Bruder nicht gestorben. Aber auch jetzt weiß ich, alles, worum du Gott bittest, wird Gott dir geben. Jesus sagte zu ihr, dein Bruder wird auferstehen. Martha sagte zu ihm, ich weiß, dass er auferstehen wird bei der Auferstehung am letzten Tag. Jesus erwiderte ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird auf ewig nicht sterben. Glaubst du das? Martha antwortete ihm, ja, Herr, ich glaube, dass du der Messias bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Nach diesen Worten ging sie weg, rief heimlich ihre Schwester Maria und sagte zu ihr, der Meister ist da und lässt dich rufen. Als Maria das hörte, stand sie sofort auf und ging zu ihm, denn Jesus war noch nicht in das Dorf gekommen. Er war noch dort, wo ihn Martha getroffen hatte. Die Juden, die bei Maria im Haus waren und sie trösteten, sahen, dass sie plötzlich aufstand und hinausging. Da folgten sie ihr, weil sie meinten, sie gehe zum Grab, um dort zu weinen. Als Maria dorthin kam, wo Jesus war und ihn sah, fiel sie ihm zu Füßen und sagte zu ihm, Herr, wärst du hier gewesen, dann wäre mein Bruder nicht gestorben. Als Jesus sah, wie sie weinte und wie auch die Juden weinten, die mit ihr gekommen waren, war er im Innersten erregt und erschüttert. Er sagte, wo habt ihr ihn bestattet? Sie antworteten ihm, Herr, komm und sieh. Da weinte Jesus, die Juden sagten, seht, wie lieb er ihn hatte. Einige aber sagten, wenn er dem Blinden die Augen geöffnet hat, hätte er dann auch nicht auch verhindern können, dass dieser hier starb. Da wurde Jesus wiederum innerlich erregt und er ging zum Grab. Es war eine Höhle, die mit einem Stein verschlossen war. Jesus sagte, nehmt den Stein weg. Martha, die Schwester des Verstorbenen, entgegnete ihm, Herr, er riecht aber schon, denn es ist bereits der 4. Tag. Da sagte Jesus zu ihr, habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. Da nahmen sie den Stein weg. Jesus aber erhob seine Augen und sprach, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich wusste, dass du mich immer erhörst, aber wegen der Menge, die um mich herum steht, habe ich es gesagt, denn sie sollen glauben, dass du mich gesandt hast. Nachdem er dies gesagt hatte, rief er mit lauter Stimme, Lazarus, komm heraus. Da kam der Verstorbene heraus, seine Füße und Hände waren mit Binden umwickelt und sein Gesicht war mit einem Schweißtuch verhüllt. Jesus sagte zu ihm, löst ihm die Binden und lasst ihn weggehen. Viele der Juden, die zu Maria gekommen waren und gesehen hatten, was Jesus getan hatte, kamen zum Glauben an ihn. Ehre sei Gott. Aber Michael, was ist dieser Ort? بنطلب من ربنا أنه يبعث أعزاء الروح القدس لقلوبنا جميعا ونشكر صاحب القداسة والغبطة البابا المعظم الأنبا تدرس الثاني وشريك في خدمة رسولية الأنبا برنابا والأنبا أرساني اللي بيشملونا برعايتهم ومحبتهم وتعزيتهم وخدمتهم. الجيل بتاع النهاردة فيه حاجات موازية لقصة بروف الأخ كله عزاء القراءات بتاعت النهارده الحقيقه قراءات من اجمل ما يمكن برعايتهم ومحبتهم وتعزيتهم وخدمتهم. الانجيل بتاع النهارده فيه حاجات موازيه لقصه كروفلباخ.
إنجيل كله عزاء. القراءات بتاعت النهاردة الحقيقة قراءات من أجمل ما يمكن. إيه علاقة قصة إقامة الميت لعازر بقصة كنيستنا هنا؟ حاجات كثيرة موازية لبعض. نلاقي من 44 سنة في المكان اللي احنا بنصلي فيه دلوقتي ده كان في حانة ناس تشرب فيها خمور وتعمل خطية في نفس المكان هنا. من 44 سنة لم يرفع، يعني من قبل 44 سنة ما كانش فيه صوت بيترفع ويمجد اسم ربنا. شوفوا النهاردة من هذه الصحراء الروحية كام نفس بترفع إيديها وكام بيرفع قلوبهم وأفكارهم ومشاعرهم نحو السماء ويمجدوا اسم ربنا. كام كنا فين وبقينا فين؟ من مكان كان ميت يعني لما أخذ معفن إلى مكان حي كله حياة وكله روحانية وبقى بركة لكل منطقة كروفلباخ بالسم، لكل هيسن، لكل ألمانيا، لكل أوروبا، للعالم كله. من هذا المكان اللي كانت فيه مكان للخطية اتبنت فيه كنيسة يذكر فيها اسم ربنا. انظروا إلى نهاية سيرتهم وتمثلوا بإيمانهم. عشان كده لما بنجتمع بنتذكر بهذه البذرة الصغيرة اللي اتحطت زمان الثمار اللي جابتها، فننظر إلى إيمانهم ونتمثل بسيرتهم. عشان كده بنلاقي عزاء في السيرة العطرة لأبينا الأنبا ميشائيل. في هذا المكان تمت مقابلات زي مقابلات السيد المسيح مع متى ومارثا. في هذا المكان، في المكتبة، في الكنيسة، في الكنيسة الصغيرة، كانت المقابلة دي في القداس. ساعات يحضروا ثلاثة، ساعات أربعة، ساعات يبقى التلج وصل للركبة. في كل الظروف، في التسبحة كانت مقابلات السيد المسيح مع خدام وضيوف والقاصدين هذا المكان بالضبط زي مقابلات المسيح مع متى ومارثا. دخل هذا المكان ناس عندهم مشاكل في التدخين، بطلوا التدخين. عندهم مشاكل في المخدرات، بطلوا. عندهم مشاكل في الكحوليات، بطلوا. عندهم مشاكل مادية، مشاكل في الإقامة، مشاكل صحية. لقد أقام السيد المسيح كل هذه الناس من أضعفها. واحد قال يا رب حياتي يعني مفيش فيها حاجة كويسة. بفعل الصلاة وبفعل المقابلة ربنا جبر خاطره. وكان في أب اسمه أبونا إبراهام البراموسي هنا، قال لي كلمة عمري ما بنساها. قال لي لن يدخل هذا المكان إنسان ويخرج بيد فاضية. أبونا إبراهام رشدي الفاكر، أبونا إبراهام قال لن يدخل إنسان هذا المكان ويخرج بإيد فاضية. يا ربي على الإيمان، مش ممكن. ودي بنلاقيها وحاسين بيها. فإحنا النهاردة في هذه الذكرى العطرة بنتذكر أن زي ما المسيح تدخل في حياة لعازر وكانت القصة منتهية، حصل له تحلل. يعني ولا تقول لي رياناماتسون ولا تقول لي ده قصة تحلل، ده خلاص، ده الريحة بس ما حدش يقدر يقرب منه. اللي عند الناس غير ممكن عند ربنا ممكن. وهو ده عزاء وأمل ورجاء لينا، إن الواحد حتى لو حياته وسيرته وظروفه وكل المحيط به لا أمل فيها، عند السيد المسيح يبقى في أمل. وكانت النتيجة إن مش بس الهدف من إقامة العازر إنه يعيش كم سنة ويتنفس ويأكل ويشرب، لا، كانت القصة أكبر. كانت القصة إنه يكرز وبواسطته تمت الكرازة. وأيضا بواسطة هذا المكان تمت الكرازة. كم إنسان خرج وكرز، كم إنسان زار المكان، كم جروب من الأكومينة، من الإيفانجيليش، من الكاثوليك، من اليوغن، من الشولة. برو أورينتا مش عملت اجتماع هنا، اجتماع عالمي. إن إحنا علينا التزام، إن إحنا الكلام اللي سمعناه النهاردة في رسالة القديس العظيم بولس الرسول هو ده الجواب اللي بعته لنا الأنبا ميشائيل النهاردة من السماء. يقول له إحنا عايزين نسمع منك حاجة. إحنا علينا الرسالة بعتها لنا النهاردة. إن إحنا عارف خدت بالكم منها ولا لا؟ في رسالة القديس العظيم بولس الرسول كانت بتقول لنا إيه؟
هو ده الجواب كما يعتقدنا الانبا ميشائيل النهارده من السماء. قال له احنا عايزين نسمع منك حاجه، ارجعوا لنا النهارده ايش خدتوا بالكم منها ولا لا؟ قراته بتقول لنا ايه؟ وايضا تنفيذه. عيشوا كما يعتقد ورايتكم او كنت غائبا اسمع عنكم. قللوا السوشيال ميديا في روح، ارجعوا للانجيل ونفس واحد كما يحق شركاء في الجهاد، قرأت إيمان ودرسته وأيضا غير تنفيذه. مخوفين بشيء من المقاومة أو كنت غائبا أسمع عنكم وأنكم تسجدون في روح واحد ونفس واحدة شركاء في الجهاد في إيمان الإنجيل، غير مخوفين بشيء من المقاومين. ما تخافوش، هتلاقوا تعليم غريبة وهتلاقوا حروب شديدة وهتلاقوا عيالنا بيتريقوا عليهم في المدارس. ما تخافوش، الأمر الذي هو لهم بينا للهلاك، أما لكم فللخلاص. مدرسين الدين المسيحي بيحطوا قصة القيامة وعليها استفهام ويتريقوا، قيامة إيه؟ ميلاد إيه؟ خليقة إيه؟ كل الحاجات دي بيشككون فيها. أما لكم فللخلاص، ثبتوا الإيمان لأولادكم وشربوهم، شربوهم الطقس. العيال الصغيرة اللي كانت بتخدم وراء أبونا مخيل وبعدين الأنبا مخيل، النهاردة يفرحوا القلب، بقوا سفراء وكارزين ومبشرين، لأنه قد وهب لكم لأجل المسيح أن لا تؤمنوا به فقط بل أيضا أنت تعلموا لأجله. لو حد اتري عليك أن أنت رايح الكنيسة يوم الحد، خد الطريقة دي بركة وروح برغم كده كنيسة. لو كل الولاد قالوا لهم النهاردة في ماتش كورة ولا أنا هروح الكنيسة واتري عليه، خليهم يتري عليه. لو الناس بتاكل أكل فطاري وانت هتصوم واتري عليك، برضه اتري عليك. إذ لكم الجهاد عينه الذي رأيتموه فيا والآن أيضا تسمعونه فيا. فإن كانت تعزية ما في المسيح، إن كانت تسلية ما للمحبة، إن كانت شركة ما في الروح، إن كانت أحشاء ورأفة، فتمموا فرحي حتى تفتكروا فكرا واحدا ولكم محبة واحدة بنفس واحدة مفتكرين شيئا واحدا. لا تصنعوا شيئا بتحزب أو بعجب، بل بتواضع حاسبين بعضكم البعض أفضل من أنفسكم. يعني تبص لأخوك الشماس وتقول ده أحسن مني، أختي الخادمة دي أحسن مني. يعني لا تميز نفسك ولا تظن نفسك شيء. لا ينظرنا كل واحد إلى ما هو لنفسه فقط، ده من مصلحتي أنا، عايز أعمل أنا يهمني نفسي أنا وبس، بل كل واحد إلى ما هو للآخرين. راعي مشاعر الآخرين، صوتك، الموسيقى اللي انت اللي معاك، الريكوردة اللي معاك، راعي حرية الآخرين. زي ما بيقولوا انت عندك حرية مطلقة إلى أن تمس حرية الآخرين. راعي اهتمامات ومصالح الآخرين. فليكن فيكم هذا الفكر الذي هو في المسيح يسوع، الكائن في صورة الله، الذي لم يحسب خلصة أن يكون معادلا لله، لكنه أخلى ذاته آخذا صورة عبد، رب الأرباب وملك الملوك، خد صورة عبد كنيشتا أمس سؤرتن أمس لوزن، رب الأرباب وملك الملوك خد هذا الجسد لكي يتألم فيه ويموت عنا لكي يقيمنا ويدفع ثمن الخطية عنا. الإنجيل بتاع النهاردة والقراءات بتاع النهاردة بتعزينا عزاء شديد جدا. أطلب من ربنا إن هو يبعث روحه القدوس لكي يملأنا بالعزاء على إحنا كل I
الحقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب رب الكل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من آب قبل الدهور نور من نور إلى حق إلى حق مولود غير مخلوق مساواة في الدوار الذي به كان كل شيء هذا الذي من يدينا نحن بشر ونحن خلاصنا نزل من السماء ليس مرام القدس ومرام الأمدراء تأنس سبحانا على عقاص مطيس تعالى مقرر أقام بين الموات يوم الثالث كان الكتب وصعد للسماوات وجلس على اليمين أمي وأيضا يأتي في مجدي يأتي إلى حياة الأموات الذي ليس من قضاء نعم ومن الروح القدس الرب المحمد وصف الآب نجد الدعوة ونجده مع الآب والإب الله أطف الأنبياء وكنيسة واحدة وبالتجامع الرسولية ونعترف مع مديرها وأنبر أخطائي وننتظر قيامة الأموات وحياة ليل بلودي صون إيرني باسي بدون أحاتي وبروس ونبيك Gott du den Menschen ohne Makel geschaffen hast den Tod den die Welt durch den Neid des Satans kam hast du zerstört durch die lebensspendende Erscheinung deines eingeborenen Sohnes unseres Herrn Gottes und Erlösers Christus. Du hast die Erde mit deinem himmlischen Frieden erfüllt. Dafür preisen dich die Engel schon, dem sie sprechen. Ehre sei Gott in der Höhe und auf Erden Friede und Freude der Menschen seiner Gnade. Deine Freude, oh Gott, erfülle uns selbst mit deinem Frieden. Reinige uns vor allem Befleckung, allem Betrug, aller Heuchelei, jeder listigen Tat und vom Mannecken an das Böse, das den Tod nach sich zieht. Mach uns alle Würde, oh Herr, einander mit einem heiligen Küsse küssen, damit wir und uns Verurteilung anzuhandeln, deine unsterblichen und himmlischen Gaben erlangen, durch Jesus Christus, unsere Herr. Deine unsterblichen und himmlischen Gaben erlangen,
durch Jesus Christus, unseren Herrn. بعضكم بعض المقبلة المقدسة يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب طعش راحلة الإله القديسة عارية يا ربنا املأنا بمغفرة خطايانا نسجد لك أيها المسيح ما بك صالح والروح القدس لأنك قمت وخلصتنا رحمة سلام سبيحة Du, O Meister, Herr Gott der Wahrheit, du bist für alle Ewigkeit und regierst bis in Ewigkeit. Du wohnst in den Höhen und regierst und schaust auf die Erniedrigten herab. Du hast Himmel, Erde und Gewässer und alles darin geschaffen. Vater unseres Herrn, Gottes und Erlösers Jesus Christus, durch den du alles erschaffen hast, das Sichtbare und das Unsichtbare. Du sitzt auf dem Throne deiner Herrlichkeit, alle herrlichen Kräfte beten dich an. Du bist der, der umgeben ist von den Cherubim, die voller Augen sind, und von den Seraphim mit sechs Fliegen, diese preisen dich und mir in Ehrlich und sprechen. Vor dir stehen die Engel, die Erzengel, die Hüter der Herrschaften, die Throne, die Mächtigen und die Kräfte.
قدوس 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 الحقيقة رب لا هنا الذي قبلنا وخلقنا وضعنا في فردوس النعيم وعندما خلفنا وصيتك بغواية الحياة سقطنا من الحياة الأبدية بنو فينا من فردوس النعيم فلم تتركنا عنك أيضا إلى الانقضاء بل تهتنا دائما بأنبياك القديسين وفي آخر أيام ظهرت لنا نحن الجلوس في الظلمة وظلال الموت بإذنك الوحيد الجنس ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح هذا الذي من الروح القدس ومن العذراء القديسة مريم تجسد وتأنس وعلمنا طرق الخلاص وأنعم علينا بالميلاد الذي من فوق بواسطة الماء والروح وجعلنا له شعبا مجتمعا وصرنا أطهارا بروحك القدوس هذا الذي حب خاصة الذين في العالم وسلم ذاته فداء عنا إلى الموت الذي تملك علينا هذا الذي كنا ممسكين به مابعين من قبل خطايانا نزل إلى الجحيم عن طريق الصليب وقام من الأموات في اليوم الثالث وصعد إلى السماوات وجلس عن يمينك يا الآب ورسم يوما للمجاذاة هذا الذي يظهر فيه ليدين المسكون بالعدل ويعطي كل واحد كنحو أعماله برحمتك يا رب وليس كحق يا أفكوز إن الخريم بين اشتمستر يورنتيتي متتسفيس אפסוש גריתי ואיבנוך אבונכם בקוסמוס אפסוש גריתי אביצ'ין אוי כג'ן נפשי שסועה בן עדת שנו צלב ואין מקרי ונערף תנחו אין עדי שפאי בכן אומס בי שויט וערוב פי תבוא בניות בנות אוהב נבנתון נבן את אבשה בהמות אמין אף אסמו אירו אמין אף אר עדי יזינם אהבתי פניות ונופן הגיוס ומאסטיס ונאוסטו לסוואב אבגוימוס ג'צ'י אום אבורכת ותירופאי גרבי בסכומת ונבש אג'ן סוואן כמיש סטי ואבקוי וולנטן ונופאי רטפי ואיר מביא אי דכן אומס בי אמין
وأهتم بكيف واطمئن إنسى الذياب نون أفسد في الخنور بنا مقومة ويت في شابه مور آمين عافي اسمو إيرو آمين عافي إرعادي يا زنام مور أفتي في نيوتن أوفن هاجيوس ماستي سون أبستولس سواب إف جوهم وجيتشي سوان خطفتي روفاي غاربي بيسن وطيري دي أسيكم فيري توم في فولنجن سوان كميش ستي في إبكو فولنتين نوفي فايريت في باير مفي فايرون مرة تأكلون من هذا الخبز تشربون من هذه الكاس تبشرون بموت وتعترفون بقيامتي تذكرونني إلى أن آجي آمين 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 بموتك رحل ماشي وبقيامتك المقدسة وصعودك إلى السماء بعد نسبح مباركا نشكرك يا رب ولا تضر إليك يا إله يا رب نحن قد نصنع ذكر الآلهة المقدسة وقيامة من الموتى صعود إلى السموات جلوس عن يمينك أيها الآب وظهور الثاني الآتي من السماوات المخوف المملوء مكدان نقرب لك قرابينك ونذي لك على كل حال من أجل كل حال وفي كل حال اسجدوا لله بخوف ورعبات مسبحا مباركا نفضو مجرد ونزدو ونلد روسف من آمين بيوعيك من انت بأي فين سوم ايث وبنت يا فدى سنو في الطيوت انت الذي يسيك مفيري انت يا غالي آمين هاتشي إفولين خير يا ليسون كير يا ليسون كير يا وجعلنا مصاكين كلنا يا سيدنا نتناول من كل سادك طهارة لأنفسنا على سيدنا وروحنا لكي نكون جسدا واحدا وروحا واحدا ونجد نصير ورسم كافة قديسك الذي نعدك منذ البدء واذكر يا رب سم كنيسك الواحد الوحيد المقدس الجامع الرسولية اللهم لك السلام كنيسة الله الواحد الوحيد المقدس الجامع الرسولية كنيسة لله Tak jak poznat Evo, lidem bez nov, tajot, in tebe ke Christus, arh eros, chen uherin, in eme biskobus tiron, ortodoxo, et en chistin shorbemi,
أرييف ليف شويسم دن مكاريوس نيوت الطيوت نارشي إيرس بابا بابا تواتس بما إسنا نملك جفير اندتور ونبستولي كوس بنيوت نبسكوبس أبا برنابا أبا دميان من الرئيس كانت أنباط المعظم الأنباء وبدروس الثاني وعابا وبطريق ورئيس أساقفة المدينة العظمى الإسكندرية وشركائي في الخدمة الرسولية أبينا الأسقف المكرم الأنبا برنابا وأبينا الأسقف المكرم الأنبا دمياد وسائر أساقفاتنا الأرثوذكسية يا رب يا رحمن نعم نعيد شوت إيفوني ما في مبساج انت تيمس ميخن وصوتين عري خارج استيمون تتك أكليسية سواب إف أموني إم بك أوخن أوهريني عريف نفيب شويسين ירומן ושמת נבנז בטרסן ורסוזוק שוס נבנז יעקונו. وكل الخدام وكل الذين في البتولية وطهارة كل شعبك المؤمن ارحمنا يا الله عبدين الكون اشكر يا رب خلاص هذا الدير المقدس الذي لك وكل المواضع وكل زيارات ابائنا الارثوذكسيين يا رب تفضل يا رب صعود مياه الأمطار والأنهار وزرع العيش ونبات الحقل وأوية السماء وثمرات الأرض في هذه السنة باركها كي بارك المسيح من عظيم البشر والملائكة والحيوان والعنف الآن يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم أصعدك مقدار ياك نعمتك فرح وكل أرض ليروح حرسا ولتكسر أسمار يا دبر حياتنا كما يليك باركك لي للسنة بصلاحك من أجل فقراء شعبك من أجل الأرملة والغريب واليتيم والضيف من أجلنا كلنا نحن الذين نرجوك ونطلب اسمك العظيم القدوس لأن عين الكل تترجاك لأنك أنت الذي تعطيهم طعامهم في حين حسين اصنع معنا حسب صلاحك يا معطيا طعاما لكل جسدين املأ قلوبنا فرحا ونعيما إذ يكون لنا الكفاف في كل شيء كل حين نزداد في كل عمل صالح يا رب ارحم عريف ما في بشوي سنه طفين هناك خدنا يزورون نمني طفين وقو نمني طفين فولوتوتو بين أطير باك فيه والخني فيه أوه أوه
سم اكساستي برتون اجيون تميون زورون توتون كيسيون امون اي ابروز بيرون تو بزم شوي سوا صحني انت بك منو جني سن شيء اير يسرين ارش بير ارف مبنتني سوا بنتك اريك اتاك سنب شوي سنتك ارف مبيني سوا بديرو اتبرانك يجن انن يوتي اسو ني باتريارشيس ني بروفيتيس ني ابوستولوس ني ريفي اويش ني ايفانجيليستيس ني مارتيروس ني اومولوغتيس ني مبنوان ني نسمي اتاوكو كيفول خينف نغطي انهو سيسوى باسمه نوت ينبر سينوس انسيوني فين تيسيوتوكو سيسوى بتيا اغيي ماري يا سيدة سكيف نوتي بلوغوس فن اسمي نم بأجيوس يوانيس بيبرودروموس بافتستي سووه مارتيروس نم بأجيوس استيفانوس بيارشزي اكونو سووه مبروتو مارتيروس نم بأجيوس Agios Marcos be apostolos so avoi marti eros nembe matriarchis so epsevios nembe tsachdis horos نمبي آگيا ساتانسيوس بي آوستوليكوس نمبي آگيوس بيتروسيرو مارتيروس يارشي ايرس نمبي آگيا سوانس بي خريزوستوموس نمباغيوس سيودوسيوس نمباغيوس سيوفيلوس نمباغيوس ديمتريوس نمباغيوس كيريلوس نمباغيوس فاسيليوس نمباغيوس أريغوريوس بيثيولوغوس نمباغيوس أريغوريوس بيثاغماتوروس أغيوس غريغوريوس بيارمينيوس والسلسمة عشر مجتمعين بنكون من القمصون بالقسطنطينية والمئتين بأفسوس وبين الصديق العظيم الأمدى أنطونيوس والبار الأنبابولا والثلاثة أنبا مقالة الكديسين وجميع أولادهم لباس الصليب وابانا بأنس القمص وابانا ببشور برجل الكامل حبيب مخلصنا الصالح وابانا ببول الطموح وعسكري تلميذه وسيدين الأبوين الكديسين الروميين ماكسيموس ودوماديوس
49 شهيدا شيوخ شهيد والقديس لمب مصرح نسكمال القاس وبنام بدانيال القمص وبنام بسيزورس الكاس وبنام بابا خمي الصعب الشركة وتدرس تلميذه والقديس العظيم الانباش نودر اسم متوحدين وانبويسة تلميذه والقديس العظيم الانبا برامس كول في يوم الجيزة وابونا مخي المحركي تلميذه والبطريرك البابا كيروس السادس وابونا بشويكا وابونا استصال انطوني والارشد ياقن حبيب جرجيت وكل مصافي قديسيك حول الذين بسؤالاتهم وطلبتهم ارحمنا كلنا معا وانقذنا من اجل اسمك القدوس الذي ضيع علينا بركات الله عنك يا سلام فلتكن معنا امين Sohn, die Euer der Seelen du zurückgenommen hast, führe zu dem Paradies der Freuden im Lande der Lebendigen in Ewigkeit, im himmlischen Jerusalem, an diesem Ort und uns, die wir Fremde sind, an diesem Ort, Güter in deinem Glauben, gewähre uns deinen vollkommenen Frieden. Führe uns in dein Reich, damit auch dort so wie an allen Orten der herrlich gepriesene und erhörte dein heiliger Name, der Name herrlich und gepriesene zusammen mit Jesus Christus, deinem geliebten Sohn und dem Heiligen Geist. Friede sei mit allen. Und mit deinem Geiste. Lasset uns Dank sagen, Gott dem Allmächtigen, dem Vater unseres Herrn Gottes und Erlösers Jesus Christus, denn er macht uns würdig, an diesem heiligen Ort zu stehen, unsere Hände zu erheben und seinem heiligen Namen zu dienen. Ihn bitten wir auch, dass uns würdig mache, der Gemeinschaft und Hebung deines göttlichen und sterblichen Sakramentes. Ayo,
عن فكرة شويسي بنوتي أيها السيد الرب لنا العظيم الأبدي والمتعجب من المجد حافظ عدا ورحمته الذين يحبونا بكل قلب من أعطانا الخلاص من خطايانا بابن الوحيد الجنس يسوع المسيح ربنا حياة كل أحد الملتجين لرجاء الذين يصرخون ويزيقون فمام ألوف ألوف ورباط رواد الملائكة ورؤساء الملائكة المقدسين الشاربين والسيرافين كل الجمع غير المحصى الذي للقوات السمائية الذي قدس هذه الكرب الموضوع بحلول روحك القدوس عليها وطهرتها طهرنا نحن أيضا يا سيدنا من خطايانا الخفية والظاهرة كل فيك الله يرضي صلاحك يا الله محب البشر فال يبعد عنا طهر نفوسنا واجسادنا ارواحنا قلوبنا عيوننا افهامنا افكارنا نياتنا لكي بقلب طاهر نفس مستنيره وغير غير مغزي من بلا رياء محبه وكرم رجاءً ثابت نكسر بداله بغير خوف نطلب اليك يا الله الاب القدوس الذي في السماوات ونقول يا ابانا الذي في السماوات يتقدس اسمك ياتي ملكوتك ويكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض خبزنا كفانا اعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا المذنبين لك ولا تدخلنا في طيبات لكن اجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لان لك الملك والقوه والمجد الى الابد امين يا يسوع سيدنا يا ضعف من خطايانا يا سيدنا
حالنا وحال كل شعب وسلام كنيستك بابا شكرا مقرب لنا بابين كاري اف ما في بشوي سنان جن صوت اسمه ايراو ماجيون قيمتي من الذي سنن ايس فرستو تو سي من امي ماجيون تيميون سوما كما الذي سنن ايس فرستو تو سي من امي سوما نم بسم تمان ويل بنوت في باخنو مسمي امين 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 اؤمن 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 اعترف نفس الاخير ان هذا هو الجزء ربنا وخلصنا يسوع المسيح اخذه من سيدات ملكتنا كل القديسه الطاهره مريم جعله واحد على طوال اختام زجنها تغيير واعترف الاعتراف الحسن بلاطس البنطي سلمه عنا على الشرطه المقدسه براده عنا كلنا حقيقتي اؤمن ان لو تلم فارقنا صوته لحظه نوعه طرفت عين يعطى أن خلاصا وفرار الخطايا حياتنا بريئة لمن يتنا ولا منه أؤمن 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 أن هذا هو بالحقيقة أمين 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 أؤمن 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 أن هذا هو بالحقيقة أمين اطلبوا عنا وعن كل المسيحيين الذين قالوا لنا من أجلهم أن نذكرهم في بيت الرب سلام ومحبة ربنا يسوع المسيح تكون معكم سللوا من أشيد قائلين الليلويا صلوا من أجل التناول باستحقاق من هذه الأسرار المقدسة الزمية الزكية رب رحام صارتك Oh,
heart. Oh,